السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين، آج ہم آیت الکرسی ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہاں پر لکھا ہوا ہے چار مرتبہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے. اللہ، دوبارہ پڑھیں گے، اللہ لا الہ لا الہ، پیچھے سے پڑھیں گے ملا کے، اللہ لا الہ الا ہو الا ہو، وقف کر کے ہو پڑھیں گے. یہاں پہ پیچھے سے پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحي ال، آپ بھی پڑھیں ہمارے ساتھ، الحي القيوم قيوم الحي القيوم، پیچھے سے پڑھتے ہیں، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا لا تأخذه تأخذه لا تأخذه سنة سنة لا تأخذه سنة ولا نوم ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم، پیچھے سے پڑھتے ہیں، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في له ما في السماوات سماوات له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض، یہاں سے پڑھتے ہیں، له ما في السماوات وما في الأرض، شروع سے پڑھتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي من ذا الذي يشفع يشفع من ذا الذي يشفع عنده عنده من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقف کریں گے، إلا بإذنه
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. آئیے شروع سے پڑھتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يعلم ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء شاء پڑھیں گے ناظرین وقف کر کے. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آئیے ناظرین پوری آیت الکرسی پڑھتے ہیں روانی، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
जजाक अल्लाह खैरा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।